كابتن ايمن، الفرقتين وضعهم مختلف النهارده. المحله بيفاجئنا ببدايه طيبه جدا، بل ومستمر فيها وموجود النهارده، ولو فاز النهارده يبقى في مربع الذهبي، يبقى في مركز رابع. والناحيه الثانيه الحرس، رغم انه عنده برضه تاريخ لكنه بيعاني جدا السنه دي. اعتقد انت العناوين اللي بتحطها كلها كريم بتختصر كتير قوي من الكلام، لان كمان حتى المتغيرات الفنيه اللي حصلت لفريق غزل المحله بمدير فني يمشي، وفجاه طاقه القدر تتفتح على ولد شاب صغير حلم كله كان يقعد راجل تاني راجل تالت، صح، يلاقي نفسه في موقع المسؤوليه، لا وناجح وموفق. الصدف احيانا بتصنع حاجات جميله جدا. اعتقد اسعد بني ادم عايش في الوقت الحالي هو عبد الباقي جمال، ان فجاه لقى نفسه مدير فني وناجح، صح، مفيش اجمل من كده. الطاقه الايجابيه والسعاده نطه منه على اللعيب، مديالهم احساس حلو قوي، مديالهم طاقه جميله. فرقه غزل المحله فرقه عندها مباريات بتعاني منها، ساعات بتسيب سطر او طبع. لكن احيانا بتبقى دايما ند قوي وكمجمل ماشيين كويس قوي قوي. وبصراحه التركيبه يعني قد يغيب، كان لسه وكابتن عبد الظاهر بنتكلم هيغيب عنهم لعيب زي حميد ماو، ده قد يكون ليه تاثير في منطقه نص الملعب، وفرقه حرس الحدود فرقه يعني جاي هنيجي نتكلم عليها. مهم قوي ان دايما المحله تكون مكتمله ال 11 لعيب، لان هم عندهم 11 12 لعيب اساسي، ما عندهمش كتير على دكه المدراء يقدر يغير يعني. في نتيجه المباراه. لكن استغلال اللعيبه دي، التعامل معاهم ازاي، ماتش زي النهارده يتعمل السيناريو ازاي، هل المحله النهارده يضغط اول نص ساعه ويحاول يحسم المباراه بهدف مبكر يربك حسابات حرس الحدود ولا لا؟ والضغط ده سر من الاسرار الممتعه لفرقه حرس الحدود، اللي هي ما عندهاش غير الكاونتر اتاك اللي بتلعب عليه، ده فرصه لحرس الحدود ان هم يقدروا يخطفوا من غزل المحله 3 نقاط، يغيروا موقفهم. المباراة في شكلها العام هتكون شيقة جميلة. المفروض ممكن يطلعوا لنا حاجة تانية، أتمنى. لا احنا مفاجآت عندنا كتير، عايزين نبدأ اليوم حلو، لكن عايزين يوم حلو فعلا زي ما بيقولوا. لكن خلينا نتكلم، الفرقتين بيلعبوا عكس بعض في الفكر والأداء. هل ده ممكن ينجح مين على مين؟ هنا مش فرقتين بيلعبوا زي بعض، صح، فهو ده المباراه. هل المحله هيقبل ان هو يكون اكيد الكبير في المباراه، واللي عايز ال 3 نقاط، واللي يضغط ويقعد فرقه حرس الحدود في نص ملعبها؟ وده الطعم اللي بيلعبه احمد ايوب، مدرب رائع وبرافو حرس الحدود، مصممين عليهم جداً الاداره جداً. مش هنسيبه، مش هنوقعه، مش هنمشيه، خليك مكمل موثوق في ادائه ومعه الفرقه امكانياتها كده. وهو مطلع عنده لعيبه مميزه قوي، يعني عنده زيكو. زيكو لعيب هاي، صح صح، لعيب اعتقد هيبقى له شأن اخر في الدوري اللي جاي، الانتقالات الصيفيه مباراه جميله نتمنى.